سعيد ان شاء الله. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، سلم عليكي دكتوره ساره. اهلا لك ساره، كان زيك عامله ايه؟ اخبارك؟ تفضلي دكتوره. كنا عم نحكي شو السر ليش بالشتوية بتفتح نفسنا وبالصيف بتلاقي يعني صعب شوي، شو العلاقة الوطيدة يمكن بين المناخ؟ أكيد الأجواء الحارة شوية كمان بتتعب الجهاز الهضمي، وفجأة بنحس إن إحنا عايزين نشرب شيء بارد أو شيء شوية يهدي الجسم. ما ينفعش إن إحنا ناكل الأكل اللي إحنا معتدين عليه اللي هو الدسم أو ده، ودرجة حرارة بجد الجو بتفرق جدا في نفسية الشخص. مزبوط. يعني بعتقد انه مثلا في اكلات مخصصه للصيف، في اكلات مخصصه للشتاء. اكيد طبعا. بس انه احيانا بيجي على بالنا ناكل اكل الشتاء بس باجواء الصيف، يعني نوعا ما. طيب شو السر من 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 اختلاف ثقافه الاكل واختصاصه باجواء؟ يعني مثلا ليش طلع لنا اكل صيف واكل شتاء؟ ليش السمنة شو هي اللي بتطلب، ولا نحن اللي اخترعنا هاي الثقافه؟ هو طبعا في اكل الشتاء بنعوز ان احنا ناكل اكلات دسمه عشان تدفي الجسم، لانه الجسم بيبقى حاسس بالبروده، فعلشان يدفى الجسم بناكل اكلات دسمه. في وقت الصيف احنا بنبقى حاسين بالتعب والارهاق، فبناخد حاجات مثلا اللي هي بتبقى تعوض الجسم عن المعادن اللي بيفقدها، حاجات بتبقى عاليه بالسوائل زي البطيخ، الفواكه الخفيفه. فاكيد ده بيحكم. انا عندي يمكن مداخله بسيطه هون ساره، اللي هي احنا بالصيف لما نيجي نشرب سوائل ما بننتقي السوائل المناسبه لجسمنا، لانه مثلا كل العصائر اللي بتنباع بالسوق هي مليانه سكر، وهذا شيء كثير خاطئ. بقول لك الواحد طب ما انا ما عم باكل، عم بشرب بس سوائل ومع هيك عم بسمن، هو مو عارف انه يمكن هاي العصائر مليانه سكر. شو البديل الافضل للسوائل؟ انا حبيت المعلومه دي، لانه يعني زجاجه العصير اللي احنا بنشتريها دي عباره عن 5 برتقانات، هي عصير 5 برتقانات او السكر الموجود في 5 برتقانات. فانا في العاده لو هاكل مثلا ثمره الفاكهه كامله مش هاكل الكميه دي، مستحيل يعني تكون الخمس بس. مستحيل نص او واحده كامله اذا فعلا بجد شهيتي مفتوحه للفواكه. فبغير الالياف اللي موجوده فيها بتنظم سكر الدم، فدوت بيفيد ان انا اخذت شويه سكر كمان، لكن في الياف نظمت السكر. ده الشكل الطبيعي للحاجه اللي اتوجدت بيه في الطبيعه. لكن العصاير او كده بيبقى طبعا ليها اثر، ان انا باخد شوت كبير من السكر مره واحده وبيبقى فعلا مش بيبقى شيء صحي. كمان مش بس على مستوى الاطعمه سواء في الصيف او في الشتاء، في امور يوميه احنا بنعملها احيانا ساره وبنحس بارهاق او بتعب ما بنعرفش ايه تفسيره. يعني الناس مثلا داخله تاخد شاور، بتاخد شاور بعد ما بتخلص الشاور بتحس ان هي هيغمى عليها، او بالذات لو شاور سخن، فدايما بيلجأوا مثلا شرب ميه ساقعه قبل ما ياخدوا شاور او مثلا عصير. ايه الحاجات المميزه اللي في حياتنا او العادات اللي احنا بنعملها بشكل يومي وهي غلط؟ ما تعديش يعني كتير. هو تقريبا مش عارفه ايه اللي خلى سلوك الانسان يتحول كده. لكن في بجد عادات خطا كتير احنا بنعملها، والدوخه والارهاق دي ممكن تيجي بسبب انه شخص عنده نقص فيتامين د، وممكن بي 12، وممكن الشخص بيعاني من فقر دم، نقص في الحديد، ممكن كمان الشخص بيعاني ان هو مش نايم كويس والارهاق. كمان حتى المنتل هيلث، الصحه العقليه والنفسيه للجسم بتاثر على، فكل الحاجات دي احنا بنعاني منها. ومع تغير فعلا المناخ او اللي هو درجات الحراره المرتفعه، غير التلوث اللي موجود، احنا دلوقتي ما بنتنفسش نفس كميه الاكسجين اللي كانت موجوده صحيح. قبل فبنتنفس الهواء مش بالشكل السليم، وبيلومونا يا ساره فبنعاني. وبيلومونا كل الحاجات دي بتترسب على الخلايا العصبيه، الشخص بيحس باجهاد جسماني واجهاد نفسي وتعب، فبيبقى يعني سارة. كيف الأغذية نفسها مرات بتتأثر بالفصول أو بالمناخ؟ مثلا اللحمة بالصيف بتحسيها هي نفس اللحمة متأثرة، يمكن ما بعرف بدرجة الحرارة، إذا في معايير معينة مثلا بتأثر على نوع أغذية معينة؟ هو حفظ الطعام لو ما تحفظش بشكل سليم ودرجة الحرارة مرتفعة، ده ممكن لا قدر الله يعمل تسمم غذائي، أو مش تسمم غذائي إن أنا أخد بالي، ممكن شوية بكتيريا تنشط، وشوية البكتيريا دي تعمل لي ضعف في مناعة الجسم أسبوعين ثلاثة وأنا مش حاسس، وأحس بالإجهاد والإرهاق. صحيح. وأنا مش عارف ده سببه إيه. مزبوط. يعني هذا أنت حطيتي ايدك على
الجرح صار. لكن فعليا نحن بنعرف انه البكتيريا صلحي لي المعلومه اذا كان في طعن بالمعلومه، البكتيريا من بتنشط في الاجواء البارده اكثر من السخنه، هل هالمعلومه صحيحه؟ لا لا، البكتيريا بتنشط في حاجه اسمها دنجرس زون، ديت بتبقى درجه الحراره تقريبا من 30 سلزيه لحد 50، فوق منها بتتموت البكتيريا واقل منها بيبقى الجو مع الرطوبه كمان، فلا مع الحراره بتزيد نشاط البكتيريا دي، ومع الرطوبه كمان لانه البكتيريا عشان تنشط بتحتاج درجه حراره واكسجين ورطوبه، فبتنشط البكتيريا دي. ممكن انا اعدي اكل وجبه من كافتيريا مش معده بسلامه غذائيه كويسه واعاني من مشكله، مش شرط ان انا اعراض التسمم الغذائي تظهر عني، لكن في انواع من البكتيريا بتعمل اجهاد للجهاز المناعه لمده اسبوعين انا بقى عندي ده، حتى ما اعرفش ايه الاكله اللي عملت لي المشكله دي. ممكن صعب الواحد يعرف هاي الاشياء، فالمفروض انه احنا نلجا للاكلات المعده من بيتنا. في نوع من الناس ما شاء الله يعني ما عندهم تشويس معين او خيار معين انه ياكل اكل معين، عادي ممكن ياكل اكل شتاء بالصيف وبالصيف بالشتاء، يعني مخبص من احنا بالعامي بنحكي، لكن أصابه هذا الشخص عسر بالهضم، دائما بيقول لك انه انا بالشهر مثلا شهر ثلاثة بيصيبني عسر بالهضم، كانه مثل عيد الزواج بيجيني في هالوقت. ليش؟ هل انه البكتيريا بتنشط فعليا بهذا الشهر على الجسم؟ ايوه عسر الهضم وعيد الزواج يعني فظيع خلاص مشان ما نجيب هدية بعدين. هو حابب يربط الموضوع بالشكل ده. أنا عدت مثال عشان اللي نفس النتيجة، عشان اللي ما بده يجيب هدية في عيد الزواج عنده عسر هضم. خليكم أبكي يعني في اللبيبي. هو عسر الهضم ممكن يأثر فعلا، انه الشخص مثلا ما بتحركش كتير في الصيف مثلا بسبب انه عايز يتجنب الحركة او الاجهاد. غير كده وكده عسر الهضم برضو مشكلة ليها مشاكل كتيرة، ممكن تكون بتاكل بسرعة، ممكن تكون بتاكل اغذية ما فيهاش الياف فبتتبلع بسهولة، فدوت يعمل عسر هضم. ممكن تكون بتشرب مثلا مشروبات الغازية مع الأكل أو ده، ففي مشاكل عسر هضم. ما بتتبعش أسلوب صحي في نفس الوقت ما بتمارسش رياضة، لأن الرياضة بتساعد الجهاز الهضمي أنه يشتغل بالشكل السليم. في أشكال أو مشاكل كتيرة ممكن تسبب. ذكرتني بنقطة بس شوي منها، يمكن معلومة هي غريبة بدي أتأكدي إذا هي صح أو خطأ. بيقولوا الشخص اللي بيتناول الطعام بطريقة بطيئة دائما بيكون جسمه سليم وعنده رشاقة، والشخص اللي بيلتهم الأكل بسرعة كبيرة ما بتلحق المعدة تبعت سيالات عصبية للمخ تقول إنه أنا شبعت. هل هذا حكي مظبوط؟ بالفعل المعلومة دي صحيحة 100%، لكن برضو مش عايزين نتكئ عليها. ممكن واحد مثلا يكون قاعد بياكل ببطء لكن قدامه مثلا كبسة قد كده. ياكل الصينية لكن المعلومة دي فعلا صحيحة، لأنه الشخص لما بياكل بهدوء بيبقى الجسم الشغال بالنظير الودي، مش الجهاز العصبي اللي هو بالتوتر أو اللي هو بيشتغل وقت الأدرينالين يعلى، فبيبقى عملية الهضم بالشكل السليم، بيقل هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، الجسم بيبقى العمليات الأيض بتبقى بالشكل السليم، تخزين الدهون، امتصاص الطاقة، بيبقى كل شيء بالشكل السليم. كمان الشخص بيوصل له هرمون أنه هو وصل للشبع بشكل واضح وأوضح، غير أن أنا أكل بسرعة. لكن مشكلة أن أنا بأكل بسرعة دي بتحصل لما أأخر الوجبة أو أسيب نفسي جعان فترة طويلة، فبيبقى لا إراديا أنا بتحول لوحش عايز أكل بسرعة. على قصة من تحول وحش يعني هي يمكن أحيانا بصير معاي أحيانا مش أحيانا دائما بتصير معنا. هو ليه شوفي أن أنا يمكن بعتقد أكثر الناس اللي بيداوموا شفتات طويلة أو أوقات عمل طويلة هم معرضين أنهم يأكلوا وجبة واحدة في اليوم ويأكلوا بافتراس وشراهة. طيب شو أضرار الوجبة الواحدة؟ بيقول لك في ناس بيقول لك يا أخي أنا بأكل وجبة في اليوم، لكن للأسف لطع كرش متر ونص زي رمضان. في ناس بناكل وجبة في اليوم لكن كلنا في رمضان بنتخن، فهي فعلا موضوع أن أنا أكل وجبة واحدة دوت ده شيء سلوك فعلا، اللي هو بقى بسبب التكنولوجيا والسرعة اللي احنا فيها وكده بقينا نأخر الوجبات. زمان الناس كان بتاخد وقتها أو حقها واحترامها أن أنا أتناول الوجبة بتاعتي الفطار الغداء العشاء. لما بكنسل الاحتياج الجسم للغذاء
فتره طويله بيبتدي ينزل سكر الدم. لما بينزل سكر الدم بحس بهبوط، فببقى باكل جوع اللي هو انا عندي هبوط حاد، مش ببقى باكل شخص اللي هو اوكي انا بس محتاج شويه من الطاقه او لقيمات هاكلها عشان اقيم صلبي، لا ببقى فعلا عندي حاله جياع وتعب، فساعتها باكل بسرعه بدون ما اعرف احط مالح على حلو على حاد على اي حاجه. انا بعمل الوزن. ميكس غريب جدا لو حكيته لك هتستغربي. اوكي احكيه لك وتقولي صحي ولا لا. بس بما انك انت مصريه هتعرفي نوع الاكل انا بقوله، احتمال ما يعرفوش. عارفه الدقه؟ اها اكيد عارفه. ممتاز دي صحيه. اوكي انا بقى بجيب خبز مع صابع محشي كرومب وهو جوه الخبز ومع دقه شربي. ده سبب انك ما اكلتيش طول اليوم تقريبا. لا لا، وعايزه اقول لك حاجه، انا الميزه كمان بحس انه انا الكميات الكتير انا باكلها بس زي ما قال الدعاء على فترات بسيطه هي اللي بتريحني، يمكن ما بتخليش عندي مشاكل في الهضم او كده، بس ما بيزيدش وزني. هو احنا برضو مش عايزين ان احنا نشغل بالنا دايما بزياده الوزن ونقصان الوزن قد ما الهدف يكون الصحه. صحه. فاذا انت اختيارك من الاكل او طول الوقت او 80% اختيار 80% من الاكل اتسمه بس منه 80%. وهقول لك ده ممكن يكون سبب عدم زياده الوزن، لان الاشخاص اللي بيبقى عندهم مثلا نحافه يقول لك انا هاكل دسم عشان يزيد وزني، لكن للاسف ممكن ياكل لقمه صغيره من الدسم ده تقلل عنده الشهيه وخلاص مش عايز ياكل تاني. طب ما رح تخبرونا شو الدقة؟ اوكي انت مصممة بقى الدقة هي عبارة لانه حبيت انها هي صحية، يعني اول ما انت قلت الدقة قالت لك دي صحية قوي. طب اشرحها. هي عبارة عن كمون مطحون مع بندق وبهارات معينة وسمسم وسمسم. عرفت هاي موجودة عندنا في البلد كتير. شو اسمها؟ دقة. لونها بنية وبنحطها بزيت الزيتون وبناكلها هيك مثل الزعتر، يعني نفس سمسم ليمونة فعلا. كمان حرفة امور تانية بشوفها مهمة هو انه الام تخلي بالها من اكل الطفل، لانه اوقات كتير الامهات بتعمل غلطات كبيرة جدا مع أطفالها. يعني في ناس مثلا أكل الكبير مش ينفع يكون زي أكل الطفل. الأكل اللي احنا متعرض له كمية زيوت كتيرة بهارات كتيرة مش هيقدر يأكله الطفل. انت ايه رأيك في الموضوع؟ هو احنا ما بنقناش نعتني بنفسنا عشان نعتني بأطفالنا أصلا. والمشكلة انه دوت بيبقى انا بأثر على أجيال جاية، انه انا مثلا استسهل او ان انا ادي الطفل وجبات مش صحيه، وللاسف انه ظاهره السمنه عند الاطفال بقت زايده جدا. صحيح. وبقت يحصل مشاكل صحيه للاطفال ما كناش نسمع عنها قبل كده، السكر النمط الثاني او اللي هو مشاكل ارتفاع الكوليسترول للاطفال او الفئات اللي هي لسه في عمر متقدم. نعم. دوت شيء غريب جدا. صحيح. وده كله بسبب سوء التغذيه. لكن للاسف انه لو البيت دوت اكله صحي 100% الطفل هيكون اكله صحي، كمثلا لو الام والاب مثلا بيتناولوا وجبات سريعه ف100% الطفل هي سمنه معديه. هي سمنه. صحيح. ايوه هي بتبدا من الاب الام للاولاد الاطفال. هي بالظبط. يعني مثلا احنا لو قاعدين وشخص بياكل فواكه اكيد انا هاكل معاه فواكه. لو شخص ده عمل اوردر وجاب بيتزا اكيد انا هاكل معاه بيتزا. فهو النمط او السلوك الغذائي بياثر على افراد العيله كلها والمجتمع كمان. سؤال جد انا من زمان ببكي على السؤال. اوكي ببكي على زمن يا ويلي عليك. ساره ليش الاكل الصحي مش حلو؟ ليش الاكل الدسم انا حجاوب بموت من يعني بخليك من دك ليش يعني ليش؟ ما هو اكل واكل. انا الموضوع دوت بالنسبه لي دراسه، يعني انا رحت درست دبلومه في الطبخ عشان الاكل الصحي يبقى لذيذ، لانه بالنسبه لي فعلا هي مشكله ازاي الشخص يعيش بطريقه صحيه لكن الاكل مش لذيذ. فالاكل الصحي مش لازم، يعني احنا فكرتنا عن الاكل الصحي بس قعدت لك ازاي ان هو هيبقى شويه بروكلي وشويه كوسه مسلوقه وشويه وده شيء غلط مثل الاكل المستشفيات. وفعلا بالظبط، وفعلا ده السبب الرئيسي انه الاشخاص ما بتتبعش حميه غذائيه. بالظبط. الكل بيعرف انه الشيء ده صح ولا غلط، الكل بقى عنده ثقافه وعارف المعلومات، لكن ازاي اكل اكل لذيذ بس في نفس الوقت صحي. فعدم المعلومات الكافيه عن الموضوع ده وعدم مهاره الشخص اللي بيطبخ ان هو يطبخ اكل صحي بس بطريقه لذيذه، لانه مثلا انا ممكن مثلا عندي مثلا صدر دجاج مثلا اشويه بطريقه مش صح يبقى كانه
مش لذيذ وبيمضغ وكانه مسلوق وملوش طعم، فحس ان انا مثلا لو اتبل بالشكل السليم وتشوى بالشكل السليم ما احتاجش ان انا اضيف دهون، لكن يطلع طعمه لذيذ. مش لازم الخضروات الغريبه دي، استخدم الخضروات اللي انا بحبها، فاصوليا مثلا الشكل اللي انا بحبه، ما يبقاش مثلا عالي بالصوديوم، ما يبقاش عالي بالدهون. فانه لو اخذنا شويه من الوقت والاهتمام وتعلمنا فتره بسيطه نقدر نعمل وجبات لذيذه وصحيه يعني في نفس الوقت. انا كنت بعمل دايت وقالوا لي انه بالدايت مثلا ممنوع تاكلي بازيلا، وانا كثير بحب البازيلا. طيب اوكي، لا دي معاناه الدايت الوهميه، يعني دي معاناه الدايت الوهميه. هي الصحه اسلوب حياه، وانا طول الوقت لازم اكل اكل صحي طول الوقت. لما للاسف الشديد ان احنا لما بنروح مثلا لحد عشان نتبع رجيم، هو عايز ينزلك بسرعه قوي عشان يحس ان هو نجح قوي في الحاله، ان انا نزلتك في اسبوعين 10 كيلو فنجحت انا كاخصائي تغذيه، ان انا شاطر جدا. لكن للاسف الشديد ان انا الشخص ده اول ما يوقف معايا هيرجع ال10 كيلو دي ويرجع فوقيهم كمان تاني، لان انا اعتمدت حميه هي مش سليمه. فاحنا مثلا لو اعتمدنا حميه السعرات الحراريه، اوكي ليكي في اليوم 1800 سعره، فال1800 سعره دول هتقسميهم بالشكل السليم، اخذتيهم كلهم دهون، اخذتيهم كلهم شوكولاته، اخذتيهم كلهم بسلة، اخذتيهم انت، المهم ما تزيديش عن ال1800 دي. فافضل الاختيارات الاختيارات الصحيه اللي ناكل كميه كبيره لكن سعرات اقل. فبالنسبه للبسله هي فيها شويه نشويات، لكن اذا انت ما اكلتيش النشويات دي هتحسي بهبوط ونزول في سكر الدم، وساعتها تروحي تاكلي بسكوت وكيك وشوكولاته. فانا افيد اخذ البسله اللي فيها حديد وفيها الياف وفيها فوائد وقيمه غذائيه اعلى بكتير، هتشبعني، اكل كميه كمان قليله مع شويه من الرز، شريحه من البروتين، خضروات ورقيه، بعدها كوبايه من الشاي الاخضر، قبلها ثمره من التفاح، ويبقى اسلوب حياه. لكن الحرمان بعده بوقف وباكل كل اللي نفسي فيه. عندي حاجه شخصيه برضو عايز اسالك عليها. انا عندي مشاكل مع الاكل البيت. في ناس كتير عندها مشاكل مع الاكل البيت وبنضطر نرميه، مضطر يعني بيكون خساره. احنا هنزعل منك بقى في الموضوع ده. لا ارجوك، عايزه اصالحك. هدر الطعام ده مشكله كبيره جدا، يعني الثلث الطعام اللي بينتج في العالم بيهدر، يعني دوت حوالي تقريبا 1.3 مليار طن من الطعام، بحيث ان هو كافي لاطعام 2 مليار شخص سنويا. صحيح. فدوت شيء يعني مؤسف، غير انساني. ان انا فعلا لا انت انا اقول لك حاجه، انا عارف شيء ثاني. انا قصدي انه انا اكلته النهارده. بتحبيش الاكل البيت؟ انا عارف، بس ان هو مثلا لا بتلجئي لهدره. مش كله تصدقي، ان انا الباميه ما باكلهاش غير بيتة. اوكي انت اكلت عندي مظبوط. بس كمان هاي نقطه ذكرتيني بس انا منها، اللي هي انه احيانا احنا بنضطر ناكل الصحن كامل لانه احنا ما بدنا نكبه. ورغم انه هو مثلا زياده عن حاجتنا، كثير في ناس بتعرض جسمها لمشاكل كثيره لمجرد انه هي ما بدها تكب ما تبقى من الاكل. هو الشعور ده جميل انساني، لكن برضه مش حلو، لان انا بضر بصحتي برضه. طب نعمل ايه بقى؟ كده مش حلو وكده مش حلو. نعمل ان احنا من الاول نتفادى المشكله. احنا ليه بنعمل المشكله وبعد كده نحلها؟ يعني المفروض انا شخصيا مثلا ابقى عارفه احتياجي قد ايه. مثلا انت مثلا بتحتاجي في الوجبه نص كوبايه من الرز، هتطبخ هي ليه تطبخي اكتر؟ لازم تقعدي مع مهند الجاسم يقول لك يزيد ولا ينقص. يعني ساريه شكرا لك كثير، انا هاخذك من ايدك اوكي واخطفك ونحط جدول غذائي لي ونتصرف. طبعا نورتينا، شكرا كثير، انبسطنا. يعني ان شاء الله كمان نرجع نشوفك اثنين وثلاثه واربعه. نورتينا، شكرا. نورتينا، نطلع بريك وراجع. يلا هاخطفك.